مرحبا، حيا 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 ورحب الجميع مشتركين في هذه الحفلة. احمد حجر رئيس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بالجميع فوق العين فوق الراس. يا مرحبا، حيا 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 حيايات لا هناك لا هناك. هيئة الأوقاف اتقوا الله، خافوا الله عز وجل. الناس تعبين، الناس أمراض، الناس جاوعين، الناس بيموتوا من المرض ومن الفقر، ما حتى ما داخل البيوت. الناس بيعانوا معاناة شديدة جدا جدا جدا، فقر مدقع. الدولة ما بتعطيش للمواطن ولا فلس واحد ولا خدمة واحد، ولا هي ملتزمة للمواطن بأي حاجة، مع أني بتاخذ إيرادات، ومع ذلك بتهجموا لكم الخلق الله. يا هيئة الأوقاف عب عليكم، استحوا على أنفسكم عيب. لا تجننوا ناش ولا تجننوا أحمد حجر ولا تخلوني أخرج عن إداري. عيب عيب الذي بيحصل في مدينة الحمدي، عيب وحراء وظلم. أمانا لو عاد الشهيد إبراهيم الحمدي عايش لا يحرقكم كلكم حريق، لا يحرق الهيئة كلها بمن فيها. عيب سيروا يعني حتى المتنفسات، حتى المتنفسات ومواقف السيارات الذي هناك في المدينة تشتوا تأخذوها مكنس كهربائي. خافوا الله. أنا كم قد قلت لكم أكثر من مرة هذا كلامي للكل، للكل اسمعوا كلامي. اكسبوا الناس، سبوا الناس في صفكم، خلوا الناس يحبكم، قدموا خدمات، قدموا لا قدموا خدمات، تاخذوا اراضي الناس. الاوقاف هذه ما تشتي، احنا في حرب، حرب خارجي، عدوان السعودي والامارات بتشتغل والدينا، وعندهم بتشتغلوا والدينا من هنا. شعب معدم، شعب ما حتى ريما داخل البيوت يا خلق الله. فهموه والله، ناس ابن بيموت امامه ما بش معي حق علاج، يموتوا جوع من الفقر، معاناة داخل كل بيت. وانتوه وانا زي يلا حركة قومات، يلا زي هذه الأرض الذي قبال هذا في مدينة الحمدي، يلا صوروا. أين البلوك؟ أين السمنت؟ معكم بلوك زير صلبط عندك التاجر تيلنا بلوك، هذه صلبط البلوك والسمنت صلبط من التجار. عيب عيب، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، استحوا على أنفسكم. عيب، ليش مؤاداة الناس؟ عيب. أنتم معكم بلل ومعاكم عمائر ومعاكم قصور وبيوت كبار ومتنفسات ومزارع وتراتي وهباري ورراري، متنفسات معاكم. لو واحد غير يجي يسد عليك طاقة، بس طاقة من البيت القصر الذي انت جالس فيه، طاقة بس لا يجي لك ضيق النفس وأعراض جلطة، وهذا متنفسات حكم يعني. فالسعودية الآن بيخربوا عمائر بما فيها، عمائر ضخمة جدا وحديثة جدا بيخربوها. ليش؟ علشان يصلحوا التخطيط صح، علشان يعملوا متنفسات، علشان يكبروا الشوارع، علشان المواطن يستنشق هواء نقي يرتاح يعيش حياته. أيوة، وأنتم بتضيقوا على الناس، أنتم بتضيقوا على الناس أكثر ما هم في الضيق الذي هم فيه. والله الناس ضيقين، والله أحمد حجر هذا صدقوه. أنا بين لامس أوضاع الناس، أنا داري ما هو الذي بيحصل في الشارع، أنا الذي بين أخرج ضربك من بقعة لا بقعة، فأنا داري ما بيعانوا الناس، وأنا من ضمن الناس هؤلاء المظلومين والمقهورين والمفلوجين. خافوا الله، فدعاء أنا مستجاب. إحنا المظلومين دعاء أنا مستجاب. اتركوا الناس، فلتوهم بعد حالهم. قد قسمكم ما بقدكم ولا خدمة ولا حاجة، ولا حاجة بتدوا للمواطن ولا شيء، ما بش عليكم أي التزام للمواطن أبدا. تأخذوا ولا تعطوا، تأخذوا ولا تأتوا، والناس يموتوا يموتوا، أهم شيء أنتوا تعيشوا. عيب عيب. هؤلاء الذي في المدينة السكنية حق الحمدي رحمة الله تخشى، الله يرحمه الله يرحمه. اليوم 40 سنة، 40 سنة وهم ساكنين هناك، اشتروا من البنك اليمني للإنشاء والتعمير، 40 سنة وهم ساكنين هناك. والآن ذكرتوا هذه يا ابن تسفسات، هذه أراضي الأوقاف، هذه هي أراضي الأوقاف، فلذلك لازم أن نتحرك إلى هنالك في ذلك اليوم ونباغتهم ونصور حقهم المتنفسات ومواقف السيارات، نضيق عليهم نخنقهم
نخنقهم فوق ما قدهم خانقين، مع أنه هذا الشعب المسكين البريء هو الذي بيوقف معك، هو الذي جالس عندك هنا، هو الذي ما رضي يبيع نفسه للعدوان، ما رضي يبيع نفسه، جالس هنا بيتي رازع علشانك، علشانك، ولكن أنت ما تستاهلش، أنت ما تستاهلش واحد يوقف معك، ما تستاهلش، أنت ما تستاهلش، أنت تستاهل الكل ينضلقوا ويخرجوا عن نظاكم. هدؤوا وعاملوا الناس تعامل حسن، والناس الناس ضيقين، الناس تعبين، الناس لا حول لهم ولا قوة، ولكن من عزة أنفسهم ما بي ولا خلاص، لقيتك شابع وآكل وهذا، الباقين خلاص أهم شيء أنت وأولادك، الباقين ضيقين. الذي هانا جالسين في أمانة العاصمة وفي كل المحافظات اليمنية الذي في يد أنصار الله لهم كل الشكر، أحد يتم أنه صابر على العيشة هانا، صابر معاكم ولا يهرب، أيبيعكم أيبيعكم، فلذلك تعاملوا معهم تعامل حسن، تعامل حسن. هم استأجروا أو اشتروا هذه البيوت وهذه المدينة من البنك اليمني للإنشاء والتعمير، والبنك اليمني والإنشاء والتعمير استأجرها من الأوقاف، من الأوقاف، من الأوقاف. يعني الآن الذي هم في المدينة السياحية تعاملهم بس، تعاملهم في المدينة السكنية هذه تعاملهم مع البنك اليمني والإنشاء والتعمير، هذا يتعاملوا معه، ما فيش لكم أي سلطان، لا تجوش أنتوا، لا تنجوا فوق الناس، لا تغلبوا المحلات والتكاكين والبكالات مع الضعفاء المساكين، عيب عيب عيب. الذي شيء يستعرض يصير الجبهة معنا، عدوان معنا السعودي والإمارات، سيروا الجبهة، سيروا سيروا هناك استعرض، أما تستعرض على المسكين على البريء عيب عيب يا أخي، يا أخي يا والله ما عبد الله داخذوا الجوامع، جامع قدو جامع قدو بيت، نفعل المول وناخذ من قد فعلته، لكن ما قد تخلتوش هناك للمنا، ادخلوا شلوا البنية هذك والصو، مع بالله والله مع بالله. الناس تعبين، الأسعار مرتفعة، المشتركات النفطية، الغاز، كل شيء تعبين، الناس تعبين. أنا داري، أنا داري، المسؤولين ده الحين كل واحد غير في بيته، مع المرافقين حكم، مع الغنمين، مع البقرين، ما ولا سري يداوم في مكتبه، هنجبه وكذا ونت وكذا ومكيف، بس شو داري ما بيحصل. استفيدوا من خبرتي انا، انا استفيدوا من خبرتي انا، اقل شيء معي ماجستي، اكبر مسؤول هنا تحطم انا معي بكالوريوس، انا معي ماجستي وافتخر ودرست وتعلمت والان موظف في البيت، تمام. فاتركوا الناس، وزاره الاوقاف ما فيش لها اي علاقه، هيئه الاوقاف والمواطنين المساكين وغداني تتفاهم هي والبنك اليمني والانشاء والتعمير، وبعدين الارض فالاصل مشي تبع الاوقاف، مشي تبع الاوقاف، هي تبع بيت زيد العلامة محمد بن محمد زيد، حكه الأرض، حكه حكه. فلذلك عيد، أعيد النظر في موضوع المدينة السياحية وابعدوا الأسوار رجاء، سيقرح الصنفور، وكما قرح الصنفور أنتم الذي ستخسرون في الآخر. صدقوني، كسبوا الناس، أعطوا الناس، أصرفوا للناس، في إيرادات، في 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 إيرادات، ولا ملتزمين بحاجة. نجلس لهم المدارس، نجلس لهم المستشفيات، نجلس لهم العلاجات، نجلس لهم كل حاجة، انهم ميتان، انهم كل حاجة، وانتو لا حياة لمن تنادي، خافوا الله، خافوا الله.